وقد وصلني هذا الخبر للتو، حيث قدم اليوم وزير التدريب المهني وترقية المهن الصغيرة أدم دنجاي نكور جيت قدم بيانا عرض من خلاله حصيلة الاجتماع الذي شارك فيه بالمملكة العربية السعودية والخاص بالبنك الإسلامي للتنمية. إليكم جزء ما جاء في هذا البيان في ميكروفون الزميل محمد عثمان بشير. في شهر 6 يوم 18 و19 الشيء اللي زارنا مشينا عليه جدا هو شيء عادي. بيد هي بارتنر هنا المينستير عن الفورماسيون بروفيسيونيل، وفي دا دان الكادر دي لا كوبيراسيون بيلاترال و ملتيلاترال يعني نو نيفو دي مينستير دورنا نمشي نتم زيارة ونناقش معاهم في المودوتين الواي بخصوص فورماسيون بروفيسيونيل والواي بخصوص بروجي هنا الميكرو فينانس اسلاميك في تشاد. وكيل وسيلنا في الجدة عن العربية السعودية في يوم 18 أنينا قابلنا فيس بريزيدان الشارجي دو كوبيراسيون و بروغرام بي أنا البيت و فيس بريزيدان بمثل الأوبيراسيون سيكتوريال و ناخشنا ما موفيل يوم تناخشنا التكنيسيان أنا البيت كلها هيدرومانا على الرنيو ده ناخذنا خاصة في الفورماسيون بروفيسيونيل وهجينا كيف الامبلوا هنا الشباب في بلد دباب كويس وبيت أكل لنا على حسب قدرته بقوينا للتشات في الصوبات الهسة عندنا في قدامنا. ودينا ذكرنا لهم في الفترة الفات مشينا كازابلانكا وخطينا سيناتير في المكتوبة اسمها كونفانسيون كادر ملتيلاترال عن البارتنيريا في المجال عن الفورماسيون بروفيسيونيل ومورونا لازم في الكادر دا بقدروا بسو جهودهم وبساعدونا في النقطة عن الفورماسيون بروفيسيونيل وأكدوا لنا أننا أول بلد في 15 الموشو هيدرو في الاجتماع عن كازابلانكا دا مشينا عليهم وفرصة دا كل بانتين للبفكر فوق الزيادة في موجودة.